يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التفسير الوارد في تفسير ابن كثير هل هو تفسير صحيح، وهو تفسير قوله سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب إليه بملائكتنا؟ نعم نعم، تفسير صحيح، أنت اللي ما فهمت. الله قال نحن، ما قال أنا أقرب إليه منكم، نحن بملائكتنا وملائكة الموت توفته رسلنا يحضرونه، وأنتم ما تشوفون ملائكة الموت، هو يشوفهم، المحتضر يشوف ملائكة الموت، أنت ما تشوفهم، جنبه ولا تشوفهم. هذا نعم، هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كذلك، إذا جاء لفظ نحن. أما إذا قال أنا لا يحتمل إلا الله جل وعلا. نعم.